سي مصران، فسي محمد مصران واحد الشخصيه رياضيه كبيره في حي التوديات وفي مراكش، معروف كاع اللاعبين، اكثريه اللاعبين اللي دازوا في مدينه مراكش، لا لاعبين محليين لا لاعبين دوليين ترعرعوا في هذا الملعب هذا، تنتحسروا لان هذا الملعب هذا ما بقاش، فتنظن ان ملاعب بحال هذه عطاتنا اسماء كثيره، تيخصنا تكون واحد العنايه بالملاعب بحال هذه وباشخاص بحال السي محمد مصران اللي كانوا يتسهروا على بحال هذه الملاعب. اول حاجه تنتمنوا للسي مصران الصحه والعافيه والشفاء العاجل للملوعكه الصحيه التي يمر بها، وتنشكروا اللجنه المنظمه على هذه البادره اللي جمعت مجموعه من الاسماء. شفنا شحال الناس هنا كانوا بحال الاباء ديالنا بحال خوتنا، لان الحي ديالي هذا ترعرعت فيه، هو اللي ديالي باقيين في هذا الحي هذا، ومشكورين الناس اللي داروا هذه الالتفاته هذه للسي محمد مصران لانه تيستحق اكثر من هذا الشيء.